مساء الخير عليكم، واهلا وسهلا في فيديو تاني من فروع بيانو. النهارده هنقدم كاتروم فيجا. كاتروم فيجا ده من الاجهزه البروفيشنال، جهاز الشاشه بتاعته كبيره، الزراير بتاعته طبعا من اول دوسه اهي، ده جاي من سوريا مش من هنا، في بروجرام جامد جدا للاصوات والايقاعات. خلينا نسمع الأصوات بتاعته، خلينا نسمع الساكس مثلا. أصوات لايف جدا، خلينا نسمع البيانو. الاكورديونات دي برضو من اروع الاصوات اللي موجوده فيه، اصوات الاكورديونات بتاعت الكاتروم فيجا معروفه جدا. الفيديو دوس معانا لايك واشترك معانا في القناة، هيوصلك كل ما هو جديد في عالم الفن من فروع بيانو.